الشيخ، كنت عايز أسأل سؤال لحضرتك ايه بالنسبة بس لصلة الرحم. يعني لو في مثلا أخت هي بتشتغل شوية في موضوع الدجل ده، يعني ارفع الصوت شوية. صلة الرحم في أخت تشتغل في الدجل، الشعوذة والسحر. ايه أيوة، هل يعني أختها يعني تقطع صلة رحمها بها؟ نصحتها ولم تقبل النصيحة أم لم تنصحها؟ أيوة لا، نصحتها يا شيخ. ومستمرة على سحرها ودجلها وأكل أموال الناس بالباطل. أنا ما بعملش حاجة تغضب ربنا، أنا كده يعني مش عارف. يا لا تواصل الاتصال بها إلا على قدر ما خالص يا قدر. شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما يقتضيه النصح في النصح لله.